عن إحياء ذكرى عاشوراء معنا الآن من كربلاء مباشرة مراسلنا حسام الكعبي. مرحبا بك حسام، ضعنا في أجواء مراسم زيارة عاشوراء وكيف يتم تنظيم الوافدين من دخول المدينة إضافة إلى الخطط الأمنية والإجراءات المتبعة هناك. نعم حسام. نعم يا رويدة، يعني قبل ربما نصف ساعة من الآن غادر وزير الداخلية كربلاء، كان في زيارة استطلاعية حول الخطة الأمنية الموضوعة، وهو رئيس الخطة الأمنية العليا المشرفة على تنظيم الأمن في المحافظات بخصوص زيارة العشرة الأولى من شهر محرم. الخطة الأمنية يعني وجدها الوزير أنها تسير بانسيابية عالية. شدد الوزير وقائد الشرطة ومحافظ كربلاء على عدم وضع قطوعات أمام الوافدين والمواطنين القادمين لأداء الزيارة. أعداد كبيرة بدأت تدخل إلى كربلاء لإحياء شعائر العاشر من محرم. اليوم هو اليوم العاشر بالفعل، وليلة العاشر، ليلة مقتل الإمام الحسين عليه السلام. هنالك بعض الطقوس التي يمارسها يعني المواطنين العراقيين وغيرهم الذين جاءوا من أجل إحياء هذه الليلة. المواكب بدأت ربما بوقت يعني أقرب من الأوقات السابقة أيام العشرة الأولى، يعني منذ ساعتين أو ثلاثة بدأت المواكب تتدفق صوب مرقد الإمام الحسين والعباس عليهما السلام لأداء الزيارة وأيضا لممارسة الطقوس الدينية. أعداد أيضا كبيرة من الزائرين الأجانب وتتركز على الجنسيات ربما الإيرانية والهندية والباكستانية وأيضا من الخليج ولبنان وسوريا وباقي بلدان العالم. الخطة الخدمية أيضا تسير بانسيابية. هنالك غرفة عمليات في كربلاء مشكلة قبل محرم بعشرة أيام ربما، وبدأت الآن تدخل حيز التنفيذ. جميع الدوائر مستنفرة جهودها من أجل تقديم بيئة ملائمة للزائرين القادمين من يعني المدن القريبة من كربلاء وأيضا حتى من خارج العراق. رويدة، يعني قبل ربما ساعتين من الآن حدث ربما خرق بسيط يخص انفجار أربع يعني قناني إلى الغاز. هذه القناني كانت موضوعة في إحدى المواكب، وهذا الموكب يكون أمام عمارة، داخل هذه العمارة مخزن للأقمشة، ما تسبب ب يعني الحريق السريع، لكن سيطرت فرق الدفاع المدني على الحادث بسرعة كبيرة. وكان أيضا وزير الداخلية والمحافظ والقيادات الأمنية والخدمية متواجدة هنا. لا توجد هناك أضرار بشرية حسام؟ بشكل انسيابي لا توجد أضرار بشرية سوى بعض الحالات التي تعرضت للاختناق، وهي حالة طبيعية أن يتعرض المواطنين للاختناق نتيجة انبعاث الدخان من يعني الحريق. الآن يعني الآن نقف بالضبط أمام المنطقة التي تعرضت إلى الحريق، ولا زالت يعني عجلات الإسعاف والإطفاء تتواجد في هذا المكان من أجل يعني منع حدوث حريق آخر وإكمال عملية الإطفاء بشكل تام. الآن كما يعني تشاهدين يا رويدة، نعم، الزائرين يمارسون طقوسهم بشكل طبيعي والأعداد كبيرة جدا، ومن الآن حتى أذان الظهر ليوم غد ستبدأ الأعداد بالتزايد يعني ساعة بعد الأخرى، لأن هي الطقوس بدأت يعني من الآن وربما تنتهي عصر يوم غد، وهو نهار يعني المقتل، مقتل الإمام الحسين عليه السلام. كل هذه الأعداد ربما جاءت من أجل المشاركة في ما يسمى بشعيرة رغضة طويريج، وهي الشعيرة المهمة التي يحييها عدد كبير من العراقيين في كربلاء يا رويدة. نعم حسام، سنكون على تواصل معك لمتابعة إجراءات هذه الزيارة حتى يوم غد. حسام الكعبي من كربلاء، شكرا جزيلا لك.